القانون كما هو، القانون في الظروف العادية هو منبثق دائما عن فكر الجماعة، عن ضمير الجماعة. القانون الحقيقي الذي ليس مستجلبا ولا مفروضا هو ينبثق من فكر الجماعة. لنعد إلى الجماعة، الأمة المغربية، إلى أن نذهب إليها في الجبال في الوهاد في هذه الأماكن التي كانت لدينا مجهولة لولاها الزلزال ما عرفناها، ونسألها كيف تفكر وكيف تنظر وكيف ترى الأسرة وكيف وما هي مطالبها، وبعد ذلك نجمع من خلال ذلك شيئا نسميه مطالب المرأة. أما الناس إذا كانوا في شيء مكاتب خاصة ولا في الرباط ولا في الدار البيضاء